جمال، مالك فيه؟ خفت؟ أخاف؟ ده كان زمان لما كان عندي اللي خاف عليه، إنما دلوقتي كل حاجة راحت والبركة فيك. كنت عارف إن أنت هتقول كده. طول عمرك ما بتعترفش بغلطك، لما بتقع بتعلق أخطائك على حد تاني عشان طول عمرك غلطان. صح، كلامك صح. وأكتر مرة كنت غلط فيها لما رشحتك معايا، لما خليتك جنبي بقيت فوقي. جمال الجبالي نمرة واحد، وعلي الميري نمرة اتنين. نمرة رخيصة بترفع منك لفوق كل ما تتقارن بيها. جمال الجبالي القائد، وعلي الميري التابع. جمال المحترف، وعلي المساعد. جمال اللي بحبه، وعلي جوزي اللي بخونه. هو ده جمال بالنسبة لك؟ نسيت كل حاجة كويسة عملتها لك؟ كم مرة نصحتك؟ كم مرة قلت لك بلاش يا علي وانت ما سمعتش الكلام وفضلت مكمل؟ كم مرة قلت لك تعال ندور مين اللي ورا كل ده؟ مين اللي هيضيعنا وانت برضه ما سمعتش الكلام وفضلت مكمل؟ وفي الآخر حصل ايه؟ خسرت؟ زي ما اخترت الست برضه اللي معاك دلوقتي، كل اللي كنت بتفكر فيه مصلحتك من وراها تيجي ايه؟ وبرضه خسرت عشان طول عمرك وصولي يا علي. مش عايز تطور من نفسك، وعايز تاخد كل حاجة على الجهاز. اوعى تفتكر انا مش عارف انت رشحتني ليه للجهاز. هقول لك انا ليه. عشان تلاقي حد يسندك، عشان طول الوقت تلاقي حد واقف في ظهرك. دلوقتي جاي بتلومني؟ بتلومني على ايه؟ اذا كان انت قدراتك كده في شغلك، في حياتك، حتى مع الست اللي انت اخترتها. انا وانت يا جمال عمله واحده بوشين، ونهايتنا هتكون واحده زي ما كانت بدايتنا. لكن الفرق انت خنتني لما طول الوقت كنت ببص في عين منى واشوفك فيها. مش هي دي الخيانه؟ والخيانه عقابها الموت. مش هو ده العرف؟ عشان كده خلصت منها. حاولت اخلص منك انت كمان. عارف، وكنت متاكد كمان ان انت بلغت عني في عمليه الكنيسه وعمليه ابو جعفر وغيرها. وكل مره كنت بتفلت منها كنت بموت من جواي، واحلف اني هضربك بالنار بايدي واضرب نفسي علشان حد فينا يخلص ويرتاح. بس للاسف ما كنتش بقدر. عشان جبان ما تقدرش تعمل كده. طول الوقت كنت بقنع نفسي ان اكيد الوساخه مش هتوصل بيك لكده. بس ارجع افكر تاني، هو احنا يعني بنشتغل فيه ولا انا كنت بالنسبه لك ايه اصلا؟ كنت اخويا. انا كنت مستعد اضحي بنفسي عشانك، عشان ابني لما يكبر تحكي له على كل حاجه كويسه عشناها مع بعض. بس في الاخر انت اللي اخترت. اضرب يا جمال، لو كنت راجل اضرب. مش هقدر. خليك انت بقى راجل لو لمرة واحدة، وخلص نفسك وخلص الناس من شرك. جمال! مفيش فايدة، هتفضل طول عمرك ندم.
كتب لك عمر جديد يا أشرف. عشان أعتذر لك على اللي عملته معك، أقول لك ما تزعلش مني. أديك بتدفع تمن كل اللي عملته. شفت الموت بعينيك. أنت رجعت بس منى ما رجعتش. أنا ما رضيتش أبلغ عنه. قلت كان ليه حق عندي وخده. وخلاص كده ملوش حاجة عندك أنت كمان. أنا اللي بلغت عنه. ليه يا جميل؟ عشان علي بقى مسعور. ما ينفعش يعيش وسطينا خلاص. غير اللي بيني وبينه أكبر بكتير من الحكاية اللي احنا فيها دي. أنا وخسرنا بعض من زمان. وكان فاضل شوية خسرنا كلنا بعض. حقك يا جميل. أنا آسف. خلاص يا أشرف. هو كفاية اللي حصل. وهما بيندلوني على المستشفى وأنا بين الحياة والموت. كنت شايف رام ابني. سمع صوته كمان. وكنت شايفك انت كمان. كنت باصص لي في عينيا تقول لي كلام كتير قوي. بس كنت بتطمني. تقول لي ما تخافش يا اشرف. انا جنبك وافضل جنبك. زي ما كنت بتعمل طول عمرك. يا جمال انا ما كنتش خايف على رامي. لاني كنت عارف ان انت هتربيه. هتاخده مع سليم وهتحبه زيه وزي سليم بالظبط. ياه انا كنت زباله قوي يا اخي. ازاي سايب ابني اللي هو حته مني عايش بعيد عني وهو طفل ما يفهمش اي حاجه غير ان هو يتحمى فيك ويلعب حواليك ويضحك. بس خلاص انا هصلح غلطاتي كلها. كفايه ان ابني بقى يتيم الام. ما ينفعش يبقى في مطب كمان. معلش. بعدين ما انت طلعت بني ادم نضيف اهو امال في ايه؟ عند الله سلامتك. الله يسلمك. دلوقتي بقى كان في حد جاي يشوفك ويطمن عليك. مين؟ ربا؟ الو يا جمال كل حاجه تمام. باي باي.